منظمة عسكرية دشنها المعسكر الشرقي مع تصاعد الحرب الباردة، هدفها مواجهة المعسكر الغربي المتمثل بحلف شمال الأطلسي، هندسها وهيمن عليها الاتحاد السوفيتي السابق. ماذا تعرف عن حلف وارسو في ذكرى تأسيسه 64؟ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945. دول الحلفاء آنذاك ما لبثت أن دخلت في مناخ الحرب الباردة بين أكبر قوتين في العالم وقتها، أمريكا الليبرالية والاتحاد السوفيتي الشيوعي. المواجهة بدأت مبكراً بين القطبين مع تشكيل حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن التهديد الحقيقي للاتحاد السوفيتي كان بدخول ألمانيا الغربية في حلف الأطلسي، ليأتي رد دول الكتلة الشرقية بعد أيام، وتحديداً في 14 من أيار عام 1955، والتي اجتمعت في العاصمة البولندية وارسو وأعلنت ميلاد الحلف الذي حمل اسم المدينة، وضم دول الاتحاد السوفيتي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا والمجر وألبانيا وألمانيا الشرقية ورومانيا. وقعت دول الحلف معاهدة دفاع مشترك، بل وأسست جيشاً موحداً. سيطر الاتحاد السوفيتي على مفاصل الحلف وضرب عسكرياً أي محاولة للخروج منه، كما حصل في المجر عندما تدخلت القوات السوفيتية لقمع الثورة التي كانت تخطط لمغادرة الحلف. السيناريو تكرر أيضاً في تشيكوسلوفاكيا التي اجتاحتها القوات السوفيتية وأنهت بالقوة ما سمي حينها ربيع براغ. لكن كيف كانت نهاية حلف وارسو؟ تأسيس الحلف زاد من أعباء الاتحاد السوفيتي العسكرية، فإلى جانب سباق التسلح لمواجهة قدرات المعسكر الغربي كان عليه مسؤولية بناء القوات المسلحة للمعسكر الشرقي، إلى جانب تصاعد التطلعات الوطنية لدول أوروبا الشرقية للتحرر من هيمنة الفكر الشيوعي. وتردي الأوضاع الاقتصادية دفعت الحلف إلى حافة النهاية. انهار جدار برلين واتحد شطراء ألمانيا لينضم الشطر الشرقي إلى حلف الناتو ويكون أول عضو من حلف وارسو ينضم إلى حلف شمال الأطلسي، لتعلن بعدها كل من تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا انسحابها، ثم تلتها بلغاريا. أعلن رسمياً إنهاء حلف وارسو. هل تعتقد أن روسيا اليوم تحاول إعادة تحالفاتها بنهج جديد لمواجهة الغرب؟